السلام عليكم خوتي ديالنا والاخوات ديالنا والمتتبعات ديالنا، معاكم عقارات بلادي. كنصور لكم اليوم تبارك الله في هذه الجهه ديال الطاح اليوم زوين 3400 متر خرق جامعات حساسنا برشيد 10 كيلومتر مبني جامعات حساسنا وطريق الرابعه داخل على الكوندرون تبارك الله على الكوندرون في الطوموبيل واقفه أكرمكم درون تبارك الله اللهم بارك داخل واحد 30 متر طوال 30 متر هذاك البوطو هنا قبلي هي هذه تبارك الله هذا الطريق داخل في 6 متر ملكية حرة مربعة هائلة ما عندي كنقول الضوء فيها من هي الضوء قريب 30 متر هذاك البوطو دي بوطو الوسط بوطو المهنة موجود ما ديال روني بتوقيت اسمه الطريق طالعة زوينة تيرس هائلة ما عندي ما نقول هانتوما الأرض هي هادي هي هادي 2400 متر هي هادي هي هاد الطريق 6 متر الطريق غادا تبارك الله دايرين هاد الناس بينهم هي هادي السكان من هادي من هادي كتشوفو في السكان كتشوفو في السكان هوب كتشوفو في السكان هوب كتشوفو في السكان هوب كتشوفو في السكان هادي عندك حق الرخصة 100% 1000% صوب الرخصة مربعة راه غادا مليح راه غادا شتوها هاهي هاهي غادا واحد الأرض تيرس مربعة مربعة زوينة 3400 متر ملكية حرة هي هادي ديك تشوف فيها ودايرة بالسكان تبارك الله السكان دايرين بها السكان هادي الزيتون فيلات الضوء والبيضاء سكان دارة يا هنا فيلا يا هنا برا يا شيخة 30 متر على الكوندرون هادي راه زوينة هاد الأرض هادي مبرعة مخيرة مليحة هائلة من داك الطراز العالي هادي زوينة مخيرة ديال السوق هنا قبل التيرس والما موجود وما عندي ما نقول فهاد الأرض معتبرة هي هادي هي. السلام عليكم ورحمة الله.